آئی ہے. آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں, ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, فحشات و منکرات میں مرتکب ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ہم پانچ وقت نماز تو پڑھتے ہیں لیکن گناہ پھر بھی ہم سرزد کر رہے ہیں, فحشات ہماری زبان سے نکل رہی ہیں, فحشات ہم سن رہے ہیں, فحشات ہم دیکھ رہے ہیں. آیا ہماری نماز ٹھیک ہے؟ نہیں بھائی میرے نہیں. اگر ہماری نماز درست ہوتی تو یقیناً ہم فحشات منکرات گناہوں سے بچ رہے ہوتے, کیونکہ اللہ رب العزت کا قرآن یہ کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز جو ہے یہ برائیوں سے روکنے والی ہے. اگر ہم برائیوں سے رک رہے ہیں تو یقیناً ہماری نماز قابل قبول ہے. اگر نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ دن اور رات میں, لیل و نہار میں, ہر گھڑی میں ہم گناہ کر رہے ہیں تو یقیناً ہماری نماز میں کمی اور کوتاہی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی, کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہیں, ہمارے رہنما ہیں, ہم نے ان کو فالو کرنا ہے, ہم نے ان کے احکامات پر عمل کرنا ہے. اطیع اللہ واطیع الرسول, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی, کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, جب آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہماری زندگیوں کی اطمینان, ہماری زندگیوں کا سکون کسی اور چیز میں ہے. جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو نعوذ باللہ من ذلک, بعض اس پریشانی کا حل سرگر پینا دیکھتے ہیں, موسیقی کو شمار کرتے ہیں. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے تو اللہ رب العزت کے ہاں سر سجود ہوتے تھے, اور یہ نماز ہی ہے. جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے انتہائی قریب ہوتے ہیں, تو ہم اللہ رب العزت کے قریب ہونا ہے, نہ کہ ہم نے کسی اور شخص کے, کسی اور بندے کے, کسی اور ہستی کے قریب ہونا ہے. جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے انتہائی قریب ہوتا ہے, اور یہ نماز کی ذکر و اذکار ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ومن اعرض عن ذکری, تو جو شخص میری ذکر سے اعراض کرتا ہے تو ان لہ معیشت ضنکا, ہم اس کی معیشت کو بند کر دیتے ہیں. ہم نے اپنے آبا و اجداد, اپنے بیوی بچے, اپنے دوست, اپنے ملکوں کو چھوڑ کے ادھر آئے اپنی معیشت کو درست کرنے کے لیے. اللہ رب العزت کا قرآن کہہ رہا ہے ومن اعرض عن ذکری, جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے فإن لہ معیشت ضنکا, ہم اس کی معیشت کو بند کر دیتے ہیں. تم فلاح پا جاؤ گے, وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, ہماری معیشت درست ہو جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ رب العزت ہمیں پانچ وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے, اللہ رب العزت ہماری نمازوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واتبع هداه, أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمجمريا الله سبحانه وتعالى لزاري لا درسن سلام لا درقن تينا لا درقن الله سبحانه وتعالى مسقانا كننا الحمد لله بمالتنا درسالنا الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الله سبحانه وتعالى مسلمون شادرقون, الله سبحانه وتعالى مؤمن شادرقون, الله سبحانه وتعالى لشهر رمضان أدرسون, الله سبحانه وتعالى
ከጾመኞች የከተበን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መስጋናችንን አልহামዱሊላህ እያልን እናደርሳለን። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከተቀበላቸው ባሮቹ ይከተበን ዘንድ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንለምነዋለን። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የተቀሩትንም ቀናት ገሮች አድርጎልን የተቀሩትንም ቀናት ከሚጾሙት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይከተበን ዘንድ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንለምነዋለን። ወንድሞቼ እንደሚታወቀው ሁሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጾምን መንገድ አድርገውልናል። የተለያዩ በውስጡ ለነሰራቸው የሚገባን ኢባዳዎች አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያስችለን ዘንድ እየለመነው ከነዚህ መካከል አንዳንዶቹን በመግለጽ ፈዳኢሎቹ ምን እንደሆኑ ጥቅሙ ምን እንደሆነ አላህ ዘንድ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምን ያህል ደረጃ ከፍ እንደሚያደርግ አይንንና የመሰሉትን ለኢንሻአላህ ለመነጋገር እንሞክራለን። ከነዚህ መካከል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እኛን ሙስሊሞችን ካለፉት ህዝቦች ልዩ የካደረገበት ነገሮች መካከል አንዱ በሆነው ሱሁርን እንመለከታለን። እንደሚታወቀው ጾም ለኛ ለሙእሚኖች ብቻ ሳይሆን ላለፉት ህዝቦችም የተደነገገ ነበር። ምክንያቱም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምን ይላል? ያ አዩሃ ለዚና አመኑ ኩቲበ አለይኩም ሲያም ከማ ኩቲበ አለ ለዚና ሚን ቀብሊኩም ለዓለኩም ተተቁን ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ጾም በእናንተ ላይ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ብቻ ሳይሆን ባለፉት ህዝቦችም ላይ እንደደነገገ በዚህ አያት ለማወቅ እንችላለን ማለት ነው። እናንተ ያመናችሁ ሆይ ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጾም በእናንተ ላይ ግዴታ ተደርጓል፣ ከእናንተ በፊት ባለፉት ህዝቦች ላይም ግዴታ ተደርጎ እንደነበረው ሁሉ ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። እናም የረመዳንን ወር መጾም ግዴታ ነው። ማንኛውም አቅም አዳም በደረሰ ሙስሊም ላይ ችሎታ ባለው በሀገሩ ነዋሪ በሆነ ሙእሚን ላይ መጾም ግዴታ ነው። እናም ጾምን የምንጀምረው ከሁለተኛው የፈጅር መውጣት ጀምሮ ሲሆን ከዚያ በፊት ደግሞ የግዴታ ንያ ሊኖር ይገባል ማለት ነው። ያንን የምጾመውን ጾም የነየትኩት መሆን አለበት። ያለ ንያ ስራ ተቀባይነት የለውምና። ምክንያቱም ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ? ኢነማ ልአዕማሉ ብንያት ወኢነማ ሊኩል ምርኢን ማ ነዋ። የዒባዳዎች የሚታዩት የሚወሰኑት በንያቸው ነው ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ንያ ከሌለ ያ ዒባዳ ዒባዳ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም ንያው ነው ዒባዳውን ያን የተወሰነውን ዒባዳ ተግባራዊ የምናደርግበት ማለት ነው። እናም ከነዚህ ልዩ ከሆኑ ስራዎች መካከል ይሄንን ነገር ለመዳረግ ወይ ደግሞ ለመድረስ ከሚያስችሉንና እንድናስታውስ ከሚረዱን ነገሮች መካከል ምንድነው? ስሁርን መብላት ነው ማለት ነው። ይህ ስሁርን የምንበላው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሌሊት ፈጅር መውጣት በፊት ሁለተኛው ፈጅር ከመውጣቱ በፊት የምንበላው ምግብ ስሁር ይባላል። ይህ ስሁር ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲበሉት የነበረ ተግባራዊ ሲያደርጉት የነበረ ነውና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ? ተሰሐሩ ፈኢነ ፊ ሰሑር በረካ። ስሑርን ብሉ በሌሊት ፈጅር መውጣት ወይ ደግሞ ሁለተኛው ፈጅር ከመውጣቱ በፊት የሚበላውን ምግብ ብሉ ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ ምክንያቱም በረካ አለውና። ኢንሻአላህ የተለያዩ ፈድሎች አሉት፣ እናስታውሳቸዋለን በኋላ ላይ ኢንሻአላህ አላህ ገር ያደርግልንና። እናም ይህ ስሁርን መብላት ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የጾም ጠንካራ ሱናዎች መካከል አንዱ ነው። ይሄ ነው ቅድም እንዳልነውም ከአይሁዶችና ከነሳራዎች ልዩ የሚያደርገን አንዱ ስሁር ነው። ምክንያቱም እነሱ በነሱ ህግና ወይ ደግሞ በነሱ ሸሪዓ ስሁርን አይበሉም። ወይ ደግሞ አንድ ሰው ሌሊትን ከተኛ በኋላ ተነስቶ መብላት አይፈቀድለትም ነበረ።
እናም ለኛ ደግሞ አልহামዱሊላህ አላህ ገር አድርጎልን በኢባዳችን ላይ ጠንካራ እንድንሆን የተለያዩ ኢባዳዎችን ማብዛት እንድንችል ሰውነታችን ጥንካሬ እንዲኖረው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ بنبي صلى الله عليه وسلم سنة مسرات سحور مبلات سنة عدل قولنا المالتنا النام سنة سحور مبلات سنة انجي واجب عدلنا من البات عندنا نسوج قديتا مسلو ليتايات شوي شلال نقرقن قديتا عدلنا سنة نو مالتنا النام نبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذا السحور فإنه هو الغداء المبارك بلوا النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم من بلوال فعليكم بالسحور سحور بلو سحور تتأبابك أجو باتلي أيو نقروج بلو نقرو يتلي يمن سحور من بلابك نقر على إن شاء الله كان يا نبي صلى الله عليه وسلم سنة هنا انقل سوالنا النام بلو إلى النبي صلى الله عليه وسلم مكنياتهم يتبارك مقبنا وبلوال سبحان الله لب بلو يالتبارك النقر نبي صلى الله عليه وسلم يتبارك أيلوت يتبارك بمهونون نبي صلى الله عليه وسلم فإنه غداء المبارك أن بزي حديث نبي صلى الله عليه وسلم سحور يتبارك عندهن قلس أولنا سلزي كزيون تبكا تتبابكا هم بلن أسب نبت للنبلو يميقبا مقبنا ومالتنا الله سبحانه وتعالى قريع درقل لنا النام استي كنزي سهور ليو كم يدرقو نقروج مكاكل بركاو ميقن يبتم النزي نقروج سيرقا قطو اللنس لهنا استي من دناتشو فضلو من دنو በላጭነቱ ምንድነው ለኔ ደግሞ ምን ያስገኝልኛል የሚለውን እስቲ አጠር አድርገን እንመለከታለን ማለት ነው በመጀመሪያ ደረጃ ሱሁር መብላት ቀደም እንዳልነው የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ነው የነብይን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና መከተል የሳቸውን ፈለግ መከተል የምርጥ ኢባዶች ወይምርጥ ባሮች ምልክት ነው እናም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ كنسو يكتبننا سهور طبق المبلات جيزيون طبق المبلات يا نبي صلى الله عليه وسلم سنة مكة النوم مالتنا وهي مجمر يونو ولتن يودقمو أهل الكتاب يهودو جننا نصارو جن ينسون خلاف مسراتنا كنسو بتك عراني مسراتنا كدمن دقلسنا أيهودو جننا نصارو جن سهور أي بلوم نبرنا ሌላው ሶስተኛው ፋይዳ ከዚህ ከሱር ውስጥ እናገኘው ሰውነታችን ጥንካሬ እንዲያገኝ ይረዳናል ሱሁርን የሚበላ ሰውና ያልበላ ሰው እኩል አይደለም እራቱን በልቶ ለምሳሌ በ10 ሰዓት ወይ ደግሞ በ10 11 12 ሰዓት የተኛ ሰውና ሱሁር ለመብላት በ3 ሰዓት የተነሳ ሰው ጥንካሬያቸው ቀኑ ሙሉ እኩል አይሆን እናም የለሰውነታችን ጥንካሬ ለኢባዳችን ላይ ጥንካሬ ይጠቅመናል አንድ ሰው ጥንካሬ ሲኖረው ኢባዳውንም የበለጠ በጥንካሬና በሙሉ አስተሳሰብ ይሰራበታል ማለት ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይባርክልንና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ገር ያርግልንና እሺ ሌላው ከዚህ ውስጥ የምናገኘው ከሱሁር መብላት ውስጥ ከምናገኘው ጥቅሞች ማለት ነው ሱሁር መብላት ሰውነታችን ጥንካሬ ስለሚያገኝ አእምሮአችን ብሩህ ስለሚሆን ከንዴትና ከመሳሰሉት አልባሌ ባህሪዎች እንድንርቅ ይጠቅመናል ማለት ነው በዚህ አይነት ሁኔታ ይገልጹታል ዑለማዎች ማለት ነው እና እንዲሁም አንድ ሰው ጥንካሬ ካለው የተለያዩ ኢባዳዎችን ይሰራል ከዘነዚህ መካከል ሰደቃን እንኳን ማድረግ ይችላል ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ሰው ሲቸገር ብታየው ተረዳዋለህ ይህ ደግሞ ለአንተም ሰደቃ ይሆንልሃል ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ሰደቃ ሲያወሱ አንድ ሰው የሆነ ወንድሙን ወይ ደግሞ የሆነን ሰው በእንሰሳው በሚያሸክመው ነገር ላይ ቢያግዘው ወይ ደግሞ የሆነን ነገር ቢረዳው ለሱ ሰደቃ መሆኑን ገልጸዋልና ማለት ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲሁም
ሌላው ከወንድሞቹ ጋር በመሰብሰብ ወይ ደግሞ ለብቻውን ቢሆን በሚበላበት ጊዜ አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዲያወሳ ሰበብ ይሆንለታል ማለት ለምሳሌ በምትበላበት ጊዜ ቢስሚላህ ማለት አይቀርም ስትጀምር ከበላህ በኋላ አልহামዱሊላህ ማለት አይቀርም ይሄ ያአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ውዳሴ ነው አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ መዘከር ነው አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ማስተዋወስ ነው አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ዱዓ እንድናደርግም ይረዳናል ምክንያቱም الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة كالكوين كبقل أو بهالا يا الله سبحانه وتعالى وداسي فالسمع اللو الله سبسطي نعم علىهم السن شكر اللو السن آمس قني اللو يا نبينا صلى الله عليه وسلم فلق يا نبينا صلى الله عليه وسلم سنة تقباراوي أدرق اللو مالتنا ونا لن نزيه اللو يتقمني ليلاو በሱሁር ጊዜ ለሱሁር በመነሳበት ጊዜ ይህ የመጨረሻው የሌሊቱ የመጨረሻ ጊዜ አላህ ተባረከ ወተዓላ ወደ ሰማአ ዱንያ የሚወርድበት ጊዜ ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለባሮቹ ሀል ሚን ሳኢሊን ፈኡዕጢያህ ማን ነው የሚጠይቀኝ ማን ነው የሚለምነኝ ማን ነው ዱዓ የሚያደርግ ማን ነው እኔ እሱ የለመነውን ነገር የማሟላለት يميلبت الله سبحانه وتعالى ود سماء الدنيا ينزل الى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمه سلطانه الله سبحانه وتعالى لسو تغبي يهونون السو بتشا يمياوقون اورارد يميوردبتن ود سماء الدنيا يميوردبتن اورارد السو بتشا انديت اندميورد يمياوقون انا وردوم لباروچو ما نو يميطيقن يميسط مسطو ما نو دعاء ميادر دعاءون يمامواللات بميلبت غزي سلهونه انيام بزيان غزي استاوسن دعاء اندنادر يتقمنالنا بزيان غزي تنستن سور مبلاتو كمي سطن تقموج مكاكل عندو ايه يهونال مالت نو ليلو عندان دسو منالبات نياو تقوارطوبت ليون يچلال قدم سنجمر اندالنو انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى عند عباده يميوسنو عند سرا يميوسنو بنياو نو منالبات عند سو منجد هيدو ይሆናል ወይ ደግሞ ንያውን አቋርጦ ሊሆን ይችላል እንደገና ያንን ንያ መልሶ ለማደስ ጊዜው በቂ ስለሚሆን ይጠቅመዋል ማለት ነው ሱሁርን ተነስተ መብላት እንዲሁም ራሱ ይላሉ አንዳንድ ዑለማዎች ሱሁርን ተነስተ መብላቱ ራሱ ንያ ነው ይላሉ ምክንያቱም ሰውየው ለሚነሳው ሱሁርን ለመብላት ምን ለማድረግ ነው ለመጾም ነው የሚጾም ለመጾም ስለሆነ ንያው ራሱ ይሄንን ይቻለ ይሆናል ይላሉ እንደውም ባለፈው እንደገለጽ ነው ንያ አንድ ሰው ጾሙን በረመዳን መጀመሪያ ላይ የመጀመሪያው ለሊት ለምሳሌ ረመዳን ነገ ነው ዛሬ እኔ ረመዳንን ሁሉ ለመጾም በነይት ያ ንያይ ረመዳኑን በሙሉ ይጠቅመኛል ይላሉ ዑለማዎች ኢንሻአላህ ነው ሰሂህ ነው እናም ረመዳንን ለመጾም የአንድ ጊዜ የመጀመሪያው ለሊት የነየተ ሰው ረመዳኑን ሙሉ ይጠቅመዋል ነገር ግን በተለያዩ ነገሮች በመሃል ቢያፈጥር ለምሳሌ መንገደኛ ሆኖ ወይ ደግሞ ታሞ መጾም በማይችልበት ደረጃ ላይ ቢደርስና ቢያፈጥር ከዛ በኋላ ደግሞ ንያውን እንደገና ማደስ ስለሚያስፈልገው በሱሁር መነሳት ምክንያት ንያውን እንዲያድስ ሰበብ ይሆንለታል ማለት ነው እናም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከሚሰጠን ጥቅሞች መካከል የተወሰኑት የሱሁር ጥቅሞች እነዚህ ይሆናሉ ማለት ነው እንዲሁም ከሱሁር ጥቅሞች መካከል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ልዩ ካደረገበት ነገሮች መካከል ምን ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلت السحور ينيانا يا اهل الكتاب ينيانا يا مؤمنوچ ወይ ደሞ የሙስሊሞች ጾምና የአህል الكتاب ጾም ልዩነት የሚያደርገው በሱሁር መብላት ነው ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ጠብቀን እንድንበላ ይፈልጋል ማለት ነው እና እስቲ ጊዜው መቼ ነው የበለጠው ጊዜ መቼ ነው በምንድን ነው ደግሞ ብናፈጥር የበለጠ ጠቃሚ የሚሆነው በአላህ ዘንድ ሱብሃነሁ ወተዓላ አጅራችንን ከፍ የሚያደርገው የትኛው ነው የሚለውን በአጭሩ ብንመለከት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዘይድ ብን ታብት በተላለፈ ሐዲስ ተሰሐርና مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاه
قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. من إلى اللو زيد بن ثابت رضي الله عنه نبياتين قال صلى الله عليه وسلم سحور بلان كذابها لا نبي صلى الله عليه وسلم كتوسن جزيبها لا تنستود سلاة هيدويلة إنا من دنو من يا أهل جزيني يقويات شتبلو بتطيقو جزي زيد بن ثابت ودى 50 آيات وچن لياسكرا يميشل جزينو بلو إنا يالو جزي بطام أجرنو مالتنو سحور بمبلاتنا فجر صلاة بمسجد مكاكل ويدمو فجر أذان بمالت مكاكل يالو جزي أجرنو مالتنو سلزي بتشال مطن بنبياتي صلى الله عليه وسلم بليلة حديث فطور طولو مافتر سحور دقمو ما قويت النبي صلى الله عليه وسلم سنانو سلزي بتشال مطن ما قويتو ودسو بي أذان درس ما قاربو بطعام يتودد النبي صلى الله عليه وسلم سنانو مالتنو انام بمچ الرشا بيتين يونو بلاج مقب لسحور انيهم بلاج مقب يتين يونو بلو بلن بنطيق ملسو من يهون المالتنو نبي صلى الله عليه وسلم نعم السحور نعم سحور المؤمن نعم سحور المؤمن التمر بلوال يا نبي صلى الله عليه وسلم سنائه ان ياسايا المالتنو اجق مرطو بلاجو يا مؤمن سحور تمرنا وبلوال مكنياتهم علماء من يلالو ببركة تجمرو ببركة اندي ابقانو يلالو لببلو اهول لمثالي تمر يتبارك مقبنو يتبارك مقبنو سحور راسوني چالا يتبارك جزينو عندنا بزيان جزي يمن بلاو مقبن راسو يتبارك مقبنو بالفو الحديثو جزء لمن ملكت عندما كرنو مالتنو اهونم يبلط يتبارك سلنا درقو كفلقن تمرن مبلات يمجرش على اهون لمثالي يهون مقب بلا مجرش على يمنا قومبك لمثالي تمر بيهونم مرت يهون على مالتنو انام تمر مبلات يتبارك اندي هون يهونال انام دقمو كزا انقري بتبارك نقر سوما اتشنن جمرن مالتنو سنا بك ام دقمو ايهو فيت لفيت اتشنن دمي قنيو باهونو ساعت تمروش ففي اللفيتاتشن قالوا يمنا فطرهم بتمر هنا المالتنو تملكتو عباداتشنن بتمر جمرن اندقنا دقمو عباداتشنن بتمر عبقانو بتبارك نقر جمرن بتبارك نقر عبقان مالتنو النام ايه ليجو يهونا يا نبياتشن صلى الله عليه وسلم سنة بمهونو أبقان تتأبابقان هم بلن سرتنبت أجر لماغنيت متعطار ينور ربنا المالتنو الله سبحانه وتعالى قريع درقل أنام وندموكي بتشعل مطل النزهين يسمعنا جون ينبياتنا صلى الله عليه وسلم سنوك تقبار ويل مادرق متعار ينور ربنا متبابك ينور ربنا الله سبحانه وتعالى درجاتنا كف اندي درقل يتقمنا المالتنو بزيقار سالقل سمال الفونقر لمثالي سهورا يمنا قويو اسكا صوبي ويدقمو اسكا هلتن يو فجر موت ادرسنو حتى طلوع فجر الثاني هلتن يو فجر اسكا ميوت عبد قزينو بلنال اشي عند سو ايبلا ايالا ازام بلبت انديت يادرقا عند سو مقبون ايبلا ايالا ازام بل من يادرقالنو طبعا عندان سووش سياورو يمن سماو ايبلا كالا بعفو يعلوني واط ويدقمو يجعرسو مكنياتهم يا نبي ياتشن صلى الله عليه وحديث ودزي عملاك تالي لالو ايه سهتتنو مهوني اللبت نبي صلى الله عليه وسلم يالوت عند سو بلال اذان ملو بلاليتنو بلوم تطم ابن مكتوم اذان كالا عبد الله ابن ام مكتوم اذان كالا اقوموا اتبلوا بلوال انام عبد الله ابن ام مكتوم مالت عين سوروا يهونوا الصحابي اذان ملوت فجر درسوال اسكبال درس اذان ايلو الساتشو اذان اسكيلو درس بلون يتبالو انام لك جيزي وبقبابت جيزي ما قوارت اسفل لقال مالت بجاتشن يالون راسو مملس هاللبن مالتنو مبلات يلبنم سلزيه صوماتشنن متبابك اسفل لقال الله سبحانه وتعالى صوما جنني قبلوا الله سبحانه وتعالى يا نبي صلى الله عليه وسلم سنة تكتايوت يادرغن
الله سبحانه وتعالى يتبارك ويادرغن الله سبحانه وتعالى سلام يادرغن ككفو يطبقن خير كله ياغرالن الله سبحانه وتعالى بدنيا لاي بخير نورن يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم فلق تكتلن الله سبحانه وتعالى تعزازوچون اموالتن ككلكلاچو نغروش تكلكل رقن ود جنه الفردوس كم يدرسوت الله سبحانه وتعالى يكتبن الله بخير لا ياقوجاچو بمجرشا لاي ماستاوكي علني لا وندموچي ايهو ماستاوكي ان شاء الله الله تعالى كنغا وديا كقدامي قن جمرو درس ينورنال بأزي بزي بميجنيو مسجد بتلقو مسجد أزي وأتقابلكم بميجنيو مسجد عند الله فوامد على بالله فوامد كما جمر يا رمضان نبر يجمرناو نجرجن بعندان لشجروج مكنيا زندرو سكون الجمرنم نجرجن إن شاء الله كقدميك أن جمرن بيك أنو كقدميك أن جمرن بيك أنو كأراس ساعة تقول بزي هاجر أكوتاتر مالتناو كأسر بوهلا أراس ساعة تقول عندنا عند إثيوبيا أكوتاتر كأسر ساعة تقول جمرن درس نورانال إن شاء الله بدرس ولاية جينتن فائدة عندنا جين مكنياتهم صوم أجد عبادانو عبادة جن اللي ما تناكرير دانال يا لا وقناون عندنا يا وقناون عندنا استاوس يا وقناون يا استاوسناون عندنا سرابتنا ودا الله سبحانه وتعالى يبلط عندنا كارب عندنا دعمو يا نبي ياتن صلى الله عليه وسلم حديث كزيجار إن يام عندنا تكببت مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم بالرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده مجرى لا شاء الله ست النسو الله يتارك أجو كم يبالوت كزا حديث استندي كتبن بزي درس لا يتغينتن يميقين يثنتك موت لماغنيت الله سبحانه وتعالى يردان يوفقن إن شاء الله كنقوريا كدام يجمرو الزيان نقنان يالن هذا والله أعلم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشين قرين دا تملك كتاكت إيه واللوز بغرفو بمكتب الدعوة بالصناعية الجديدة بميزق الجاتشو يما أفطر بوتاوش عندو إيهنو يمكتب عجن ويدمو يدعوى مأكلاتشن بزي برمضان ور اسك عند مليون سووتشن ياسفترال بك انوست بيان دان دوك ان مالتنو اسك سلاسة سمنتشي سووتشن ياسفترال بيان دان دوك ان باندك ان يرمضان كان سلاسة سمنتشي سووتشن ياسفترال انام ان شاء الله كان نزي بوتاوش ودا زتنا بوتاوش شالو كان نزي ايه بوتا كان نزي كزتنا وچو عندو نو مالتنو انام الله سبحانه وتعالى يباركاتشو إنيانم كنسو يكتبن أنام إن شاء الله إيه ليو بروغرام بزي عينة ملكو بيك أنو إن شاء الله اندي كتل الله يردان الله سبحانه وتعالى يتباركاتشو يادرقاتشو صوماتشون الله سبحانه وتعالى يقبلاتشو الله بخير الله ياقوين الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أهون كدمي ستاوتن ماستاوكيا إن شاء الله بكتتا بلاي بالناس تلالفوالن بإند تلمدو كاكداميك أن أراس ساعة تقول جمرو بمكة ساعة قطاطر ويدمو بساودي عربي أنا كبابيوة ساعة قطاطر أراس تقول ويدمو بإثيوبيا ساعة قطاطر بهاجراتشن يا ساعة قطاطر أسر ساعة تقول جمرو إن شاء الله ما استوكي أون انسروالن إن شاء الله بتلي أيو شانلوش لاي لما استلالكم بكرالن بحارون تيوبنا بدعوة إن The Peace For All بزيو بفيجاتشو لاي لما استلالف إن شاء الله أموكرالن الله يردان انام ان شاء الله بزي بروغرام لاي اندتساتفو اندتكافلو شير مارغاچو لوندموچاچن اندتاستاوقو ادرا الهالو ان شاء الله الله يردان الله تبارك وتعالى بخير لاي يسبسبن ان شاء الله كنغ وديام انغدي درسو 4 ساعات تكلنا يلو بلانال اندغنا دمو يقران تمرتوچ ينورونال بتلايو قوانقواچ الله يبارکاچو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.